والدولة في شخص الناس اللي كينتلو لا العدل ولا ما مستعداش انها تقطع مع التهديد. انا كنتكلم بكل شي كيدرنا في شهر واحد 15 واحد جوج ديال المعتقلين تعذبوا في تيفات، تعذبوا ماشي التعذيب نيشتفوا عليهم نتفوهم من حيتهم من شعرهم من هذا قدام عباد الله قدام سجناء الحق العام وديال المعتقلين في اطار قانون الاخر. درنا شي كيفات سعود ديال الشهود عطيتها دفعتها النيابه العامه بيدي، نائب وكيل العام اللي تسلمها قال لي انا هذه استاذ غنعطيها عنايه خاصه لان فيها تسعود شهود. لا قلت لي ديك تسعود شهود كلهم ترحلوا حتى واحد ما بقاش تيفلت. كيجاوبني وكيل الملك ديال تيفلت في شهر 5 في ماي بعد 5 شهور لقد توصلنا بشكايه وسنقوم باللازم سنا راه حلناها على الضابط القضائي عاد غيديروا البحث اللي فيه شي جرحى برات واللي فيه. فكاين واحد المغالطه، اولا خصنا اليه للوقايه من التعذيب وعدم الافلات منه، هذه الاليه اللي خصها تكون. ثانيا مؤسسات رسميه، المجلس الوطني لحقوق الانسان هو وسيله للتعزيم على حقوق على انتهاكات حقوق الانسان في المغرب. تكلمتوا على التجربه الزيارات الحالات ديال التعذيب على الاقل بعدا اللي انا درت فيها المسطره وبشرتها، ملي كنمشي نزور المعتقلين من بعد ما كندير شكايه مجموعه من المعتقلين اللي تعرضوا للتعذيب كيقولوا لي راه جات واحد اللجنه ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان زارتنا جا فيها فلان وفلان، كاين اللي جهويين كاين اللي وطنيين. دابا المؤسسه مهيكله مزيانه ولكن ما عندها علاقه بحقوق الانسان، تتستار عن انتهاكات حقوق الانسان. كيقنعوا هذوك الناس كيقنعوهم باش يتنازلوا على الشكايه ديالهم. واش كيدار لك ضربك واحد واش قصد يضربك ولا ما حتى شغلك حتى ماشي شغلك. والان هي مؤسسه تتستار، دارت تقرير في الحاله ديال العماري الله يرحمه ما بغاتش تعطي لهيئه الدفاع، كتمشي كتعاين خروقات ما كتنقلهاش. يتواطؤون مع الروايه الرسميه ان لم يكونوا هما يبدعون تخريجات، لان احد المسؤولين انا اتحمل مسؤوليتي ومستعد نواجهه يعني في جلسه خاصه قال لهم احنا انا لقيت لهم تخريجه غير ما سمعوش. كاين تخريجه ديال هذه القضيه كيفاش ما يحرجونهاش؟ علاش انت مشيتي دير تخريجه؟ انت مشيتي باش تحمي لا هو كيحمي المؤسسه اللي جابتو عطاتو امتيازات ومهليه فيهم كتصيفطهم كذا. ف من العار اننا نقولوا المجلس الوطني لحقوق الانسان بالحصيله ديالو الحاليه انه هو يؤتمن زيدون انه هو الان مؤسسه رسميه، ما يمكنش تكون عنده الاليه، لان الا غدير اليه الا الدوله غدير اليه الدوله غدير اليه للوقايه من التعذيب، ورا عندها هي عندها الاليه الاساسيه اللي هي العداله. طبق العداله، لا ما غنطبقوش العداله، هذه هي القضيه ديال ان وزاره العدل والوسيط والشكايات اللي كترفع الوسيط معظم الشكايات. شوفوا التقرير ديال 2013 الاول شكايات ضد وزاره العدل، مشكل. كنتكلموا على المغرب استثناء ديال الانصاف والمصالحه، راه هذا هو الخطير، هو ان هذه المحطه كانت استثناء ولم تكن اصلا في سلوك الدوله المغربيه، تحرجت في واحد الفتره زمنيه معينه في اطار جو سياسي اجتماعي كذا دارت الانصاف والمصالحه، ماشي خيار استراتيجي لا، غير باش قدت الازمه. كيما جا الخيار الدستوري عاوتا هو ماشي خيار استراتيجي حتى هو، غير باش قدت الازمه. فما يمكنش حنا ندخلوا في هذا المسار. الاليه للوقايه من التعذيب، الاليه هي ان الحركه الحقوقيه، انا تكلمت في ندوه سابقه كنقول الان كاين ما نتكلموش على الاليه ولكن نتكلموا على مجموعه من الاليات البسيطه، على الاقل السميه ديال الجلادين تبدا تخرج في نشره شهريه. دابا راه كل شهر دابا كاين ناس كيتعرضوا للتعذيب في قلت في تيفانت في المركزي في مول البرقي في خريبكا يوميا لدرجه ان شكون اللي تكلم قبيله على الشعب وعلى راه الناس راه المجتمع ولا مسكين
سبوا له انحراف على مستوى الفهم حتى المصطلحات. كتزور شي معتقل كتقول له واش كيفاش كانت المعامله عند الامن، واش ضربوك، واش عذبوك، كيقول لك لا لا تعاملوا معي ضربوني تصرفيقه واحده. تصرفيقه واحده ماشي تعذيب. لا ما ضربونيش ولكن سبوني، يا سبوني ماشي مشكل. فاذا هما دفعوا في هذا الماضي كان اسود، ودابا راه هادشي يكون تشوفوا داكشي اللي وقع شحال هادو المعتقلين السياسيين راه ما تهضروش دابا. لا لا خصنا نعرفوا نحطوا المفاهيم الحقيقيه وحنا نتحملوا مسؤوليتنا فيها، لان الدوله لحد الان انا شخصيا كنعتبر بان لا ماشي الاراده، كنقولوا الاراده واش كاينه الاراده السياسيه. انا بغيت كنتكلم على الاهليه، واش الدوله عندها الاهليه بعدا باش عاد تكون عندها الاراده؟ خص تكون عندها الاهليه. واش عندها الاهليه باش تاخذ اراده سياسيه باش تقطع معها؟ شكرا.